الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وأصحابي اللي إحنا نستقالات كتاب سورة من حياة الصحابة أبي بن كعب الأنصاري وننكي ويري ابن حجر العصلاني كاتب وحي الرسول وأحد عباقرة المسلمين. كان عمر بن الخطاب يروي عن أبي بن كعب ويسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات. وننكي قري أما قري جري وحي النبي صلى الله عليه وسلم كسود دقا ضدك تالان تدكا آي فرا كتيرس كآي مسلمين تكتيرين وأكمدها. وحوليها ابن حجر العصلاني عمر بن الخطاب أبي بن وحكور جري مسائش النوازل وحلقومك على مسائش سود الرسالة ويض أقوك آه فرينا عين أدعين وغيبا لو يدين جري ما دام أي مقاييس كلا أدك سمين هذي معضلات أي تماضاء ومشاكل أي مسائل لقوة ريران عمر الخطاب وكتل الرادين جري أنا أتل الرسان جري أبي من كعب رضي الله عنه وأرضاه أبي ميزان كيسو وحل قياسي كلماها تاريخ سمعت عمر بن عمر قال إن من آدي علسوا من بين الصحابة. من هذا الذي ذكر في الملأ الأعلى للرسول عليه الصلاة والسلام باسمه واسم أبيه؟ كاتبك وحو سوى تشويق صنعين وحينه وكأنك كان صمد مجعي صلى الله عليه الشيخ وإساق مجعي مجع أبيه بنبي دبع الشيخ. من هذا الذي أمر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بأن يقرأ عليه القرآن؟ وكان نبي الغفرين أن القرآن خذ الأقليم فقرأه عليه كلمة أقليم. من هذا الذي كان عمر بن الخطاب يدعوه بسيد المسلمين فلا ينازعه في هذا الشرف أحد؟ وكأنك كان عمر بن الخطاب يري جري المسلمين تسيد كودا شرفت أيضا نعيد كل مرنتاي آل الجنين أما كوهي ستان. إنكم مركا سبح هذا السؤال الله إذا جواب توحوي إنه الصحابي الجليل أبي بن كعب الأنصاري النجاري كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم الله وسلم عليه. وإنك صحابي جنوي أبي بن كعب لغم عارو هذا هكا يرب النجار كسجيرة وحي قري جنين وحي الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد عباقرة المسلمين وعالم من أعلامهم المبرزين وعلى كم جاهي ذات كتالان تتكاء إلهي فهم الغوشية المسلمين تكجرة ذات كوضم مغضانة وأوكمدها. نين كان تاريخي سمك واصية دعاء أسلم أبي بن كعب حين وفد على يثرب مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام لكن أبي لم يكن بحاجة إلى داع يدعو إلى دين الله. وفي الإسلام في سوحوها وكبه أجميل مركي دنجريه يقول المسلمين ته النبي صلى الله عليه وسلم أصاد دري المدينة النورة مصعب بن عمير يسوى باب الدين السيدة سيدو مرك النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يسوى قول حارب ونقضه قار تابو إسلامي وها أول مبشر ليك يقول ري ذاتك دين تقوية لكن أبي أمو أباهنين با إن دعوة الله الشيب إن دين لقاها الله أمو أباهنين أو مبشر يبشره بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا باهنين إن قاتل ملقى صلى الله عليه وسلم هو بشارة وحكم مغلوع ما باهنين أبي بن كعب وده دوسن باهنين هكوكا كان مرك اللي ولينا المسلم معهن ذلك لأنه كان من العلماء النادرين الذين حذقوا الكتابة في الجاهلية وأشبعوا الكتب المقدسة التي كانت عند اليهود والنصارى بحثا ودرسا نينك وحال ليروح كمدها ضدك الفركوتيرسكا يجو آد ويقيم أمح لقرى طبعا عرب مركل الجوة بعتاني أمة أمية يعني ضد وحيسكا هي أورال تراديشن آد يا برونتي اعتمادة أو أنت بران آد بيرونتي ويراي ضد ونسكا هلا أم بيا هاي ولي حفدي جري لكن أي من كعب وكد كدسناء نوح قرؤها كتبتنا المقدس كالتوراة كإنجيل كالكتب تي كهر رئيس الدين تينا الإسلام كان سفي عن بقول حق قال ونيم حواها أهدي المرك أفهم سن فعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ نبي صلى الله عليه وسلم إنه صابح الدونة يستامها النبي يعدوا النقن دونة يقارت إقارت وكصابح الدونة يهلك النبي صلى الله عليه وسلم دعوانا مكبلا بالدونة هريبا وقوي قي النبي وان لا ورمين
نبي صلى الله عليه وسلم ودين أراء النبي أه وأن لو رمي بو يسوى في سهي عرفه باسمه المحدد مجع عيسى محمد ويكوكر ويكورنجيكو أقنصر وصفاته المميزة الدقيقة يتمام ياشا النبي صلى الله عليه وسلم الدقيقة هدفك كشو عيسى وعلامات الفارقة الواضحة أستامها النبي صلى الله عليه وسلم سيد القول إذا أوي شيء إسلام كان مغضى فكان أشد معرفة له من أحد المقربين له المقربين له النبي صلى الله عليه وسلم وكجر وجاء كيقين ذك حتى النبي ذك أوله صلى الله عليه وسلم وعوده ورهب كيسا أوله وذك كيسا أوله وأولاد كيسا أوله النبي صلى الله عليه وسلم أبي من كان عدة تبين مكان مره لأنه مركز يقول الله أول تسمنتي نو تسمنتي مركز اللي أتبوت محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالله يحله يضع صفات كالدون وكويم أيا إله سبحانه وتعالى أتاك وطن القرآن كان أوت المام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون سيدة كو أي دلال نبي قانان وكالة والمهاو أنا إساك هالدرمي كريد الكوكا لسوعيه كان عرب كاي كان قدار كيميدي ما أردتين هو أها مدود مجعي سيئة سيدة أوتب عيسو يهي سيدة أوتب ميو بين نبي صلى الله عليه وسلم يقين لكن حقه أي دي تناي لكن أبين كان مركب نوح أها روحي وحا إلهي ودحدي كتبتها تحريف جلالها كجي مادية وإلهي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون القرآن وتسوف فهمت هدروا لما خرج النفر السبعون السابقون الإسلام من يثرب إلى مكة ليبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة العقرة كانوا أبي بن كعب في طليعة المبايعين مركي كوحدي ككم ني تطلعت كنين إيه إسلام كهرمود كواها إيه كسر جيل حقا يثرب مكة المدينة النورة أي أصوب بقولين حقا مكة المكرمة يدو جيد كودو أها نبي صلى الله عليه وسلم إنه يشيس لقلان بعدي يضع موقع دربعة العقبة أبي بن كعب تبكي أجري وكجل إن كان مركب تذكر بحب كجل دون هيو حي مقلين كلمة لا إله إلا الله نبي أصابها لكن إنك وابحب وحب أسنتين وحب على مدسين ثم إن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حين قدم إلى المدينة المنورة اتخذ أبي بن كعب كاتب هلك أو إمرك ما شك بالله ما نفسه بكون نبي قيمة المدينة المنورة أبي بن كعب وحون نقضى إنك وحي قرأ القرآن كان ذاك إنسان الإله سبحانه وتعالى ما أنت سيدا نقول إنه دستور كان إنه قد جاي أو ملها كان إنه صاعي دستور كان منهج كان إنه نيك قري جري الو من وحي كم رؤها وبين كع نروح نو قري جري وإحنا ما قري جري فصدرت عهود النبي الكريم وعقوده وعطياته وكتبه مذجلة باسم الصحابي الدليل بعد حجز تمكن النبي صلى الله عليه وسلم في سوق قليل كونتراكتير وسعيحي دساتين يحول كاري وثائق بالقلي وعطيات بحين يحارب بحين هبل نهالك انت على سي انت على انت هبل على سي نبي قد انبالو ديرني كذا وحاك يسعي انا قشا بضيسنا مرعى سحابي لك ولذلك حيث كان يكتب في ليل كل كتاب كتاب الله ما يشعر قد انبايسا يقول كقري جواه كسعي على وقراء شهد عليه فلان من فلان وكتبه أبي بن كعب وحمر خاتك أها أرنك كان هبل يهبل أما هبل بامر خاتك أها وحانا صح قري ورقدة وحا قري يبين الكعب ولذلك وحيلي بحلية شيخة ثم درج علماء المسلمين من بعد ذلك على أن يوقعوا ما يكتبونه بقول ما كتبه فلان هل كعب يكب الله باتي علماء المسلمين إنك يرضى إلى أن أقول الكعب لقب الله وقتك وحكى استاء القرآن هوسي مكة لا يقرأ وكتبه فلان مكة عبد مكي قف ارتكل وقرأ او كلا باي هبل او كلا اما كتبه فلان او بقلم فلان او كلا من كتابات فلان وحصل هاصل وقرأ الاكيس وحاب الاري بولايا ابين كعب وانما فعلوا ذلك تأسيا بيبين كعب رضي الله عنه الله وحين اوصم بيان يو ابي كقطيان الا ابي مكة تنمنح اها متعلمة مثقفة مكة وحنقرة او كاتبة مكة عرب تهديل لهبل كان كاتب في الجاهلية هديل لهبل حبوق قرأ الحرف ضد إساءة أسرة لأن ذلك على هذا بكرة صحيحة الإنجليزية إن حضنا من بعيد المهم ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام
قلد أبي بن كعب شرفا يتضاءل عنده كل شرف، وأولاه ثقة تتصاغر أمامها كل ثقة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبي بن كعب وحاء وشرفي شرف رنتي شرف الله بجاي أين جنين، وحاء وشي كلسوني كلسوني الله بجاي أين جنين، وذلك حين ائتمنه على القرآن. مرحبا دي بقرآن كالوئة، حيث جعله أحد كتاب الوحي وما كان لي من كندة قليها قرأ وحي قرأ، فأتيح له أن يتلقى الكتاب العزيز غضا طريا من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. فوصلنا وها لي كتاب يحد السود وفراش السماء كسود دقي أو حد النبي مرك أفي الساء وقصب بحيون وهرك قرأ رنتي تامك سلام بعيد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقت يا مرحلة صب أبي بن كعب قدوس أمين أنا أهان لهاي وحي النبي قال يلي وحانهن بقول الله وحي النبي قال يلي صلى الله عليه وسلم بقول الله حبو إصدام مرين لها، لكن إلهي سبحانه وتعالى مجي إيسان وكشي هكا إيسان النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي بفكرت أبي حدة أوي هاي قوي مركة من مرحلة دا قاسي سنبو أعود مركة رونتي لا ترتمي كتاي سحابة مركة لغرية رجا ووين مركة لغرية بوايسكي رايرون عانتي. وقد تذوق أبي بن كعب من حلاوة القرآن الكريم ما لم يتذوقه إلا النفر القليل من أصحاب الرسول العظم. وحورنتي لدن صدي معان كالقرآن كأولي لدن أني ضد كلا لدن سي يعني حورنتي لدن صن إلا أي يربويان يعني سيدة إلا القرآن في هذا سؤال دقي نبي يولي عرقي وديدتي ولي وكبحي لنبي مكو وحي يقوسه دجي وديدتي جري وحي يقوآد وحورنتي وعصلا مثل الجرس بوهاب يا عائشة الله يرحمها سيد الحاج مودا سيد الجنبلال هو يجي المرك وحي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال برنتي ودي الجري ومرك وحي جاء وصلى يوم سهلاني حارب داس بوهي من كعب مكي وقرا كبر من جري. وقد تذوق فقال فلقد رأى في كتاب الله العزيز من روعة البيان وقوة الإعجاز وسمو التوجيه وغزارة المعاني ما لم يقع على شيء منه في الكتب التي دأب على قراءتها من قبل. لأن هي كان مركو أن comparatively إذا بردك هان مركو كتابة دينها هي قام إذا كتبها روها روسو أقلي مركو كتاب إلهي وصاء ودح جلنا وحا أغصى بحي بيان عدين لعدايو ماشي أغصى الرئيسي إعجاز وكاسميك ساينسيس كي أن كتبتها كلا لغوهين با ماشي كل جلة هب أغصى توجيهين يحب الله ديك مركا مالهم معاني وحمبارسان هذه كتاب كان أميد هذه أدوة تابيرة ريتوريك لما كنت أغنتها كتب تكاوته سمكوارك بكوارك كنت بضبها تتميز الأشياء اللي عربت دعان يعني واحد إلا تفهم تيد واحد وي هاي قلت واحد لدكو أفهم نعم هذا المدريمي كان المركة اللي هو أي مويان بيه واحد ينقفك المدريمي كان المركة وكاي كاقو آن مويان إذن ننك كان محوية قان وعوز ببر لقي ملي الموجود محاكو قرن التوراة ما هذا قرآن إنجيل ما هذا قرآن كتاب كان سادرت ذلك وكفى مدى رامك. لذلك أقبل على كتاب الله بقلبي ولبي وانقطع له بروحي وجسدي تنوحي كانتي إنه كتاب إلهي وأقعه إصابة ولا قابلية قلبي إيمان با روحي سي جسد كيسان كتاب يسي مروا بكتاب أصدر فبيها مروا قرية إمروا حبدينية إمروا قدينية حتى أصبح شغله الشاغلة وعمله المتواصلة وراحة نفسي ومتعة فؤادي إلا كتابه وكان مقضاء وحكري وكون مشكورة عمل كالجوب تذا أو جوب تيو وعين نفسك يسرين يكون نصته يوح قلب يسر كل راحسته. فكان يكتبه وحيا حين ينزل به الروح الأمين على فؤاد محمد سيد المرسلين وحي هم بوقر جنمات النبي صلى الله عليه وسلم ومركع جبريل كسوة الجيل. وكان يكتبه خاليا فلا يقطع عنه إلا شغل شاغل لا مندوحة عنه وهنا أها ولقاها من قنجر كلي سوى خالية عدت مشغولين جستنا مالهم إلا إن الظروف أردت أكت ماذا مويا أو نوم غير متواصل لا بد من أنه هردو إيرو لا تكتيل وكو خصبنا إنه سحره دال دفتين مويا سكة وكو مشغولين جزا مكا مالهم وعكلاه اللي وكان يتدبره متعلما ومتفقها السوى أرضينا إسمه كان فقينا برانينا بقدرات التاف إلهي نوح الجن وينفذ الى اعماقه معلما ومفقها وعود الدس الجري معاني الكتاب حنبارسنيها انه حكم حنبارسنيها يسوى معلنا فقهنا حتى غدا من اوثق حمله القران بين المسلمين الا وكان نقض ضدك
ذكر أم كلثوم بنية حفظ الكتاب في إيدها. فكان الناس يقولون ذكر مكو عيدي جرين أو رابع حاجة السوء العلم جرين أو عيدي جرين اللي هو تنبي صلى الله عليه وسلم وسمي جاب ديسكريبشن نوع بهور بلودي وعيدي جرين عوضة أرحم صحابة أرحم المسلمين بأمة محمد أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ومضى المسلمين توحى ورحمة بضن أبو بكر كو وأقواهم في دين الله عمر بن الخطاب دين إله مكة تاجن تهلاضيق يحوك إلا موجوه سيدا إتاه اللوقع كان عمر الخطاب كلها وأقضاهم بين المتقاضين علي بن أبي طالب مكة تاجن تهلاضيق يوحد الكراض فرداميو هل قدوميو هل حكميا علي بقولها وعرفهم بالحلال والحرام عالم الجبل قفك وقول لها مكة تاجن حلال حرام إلا كلاسارا معاد بوها وعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت بحلك مكة ذلك الله قيلين زيد بقولها وأصدقهم لهجة أبو ذر الغفاري منك أراد أقول لي هاي أي سلا أي تهدب أهي أو قلبي سي عرب كيسي ولا سعدان وهو أبو ذر الغفاري وأمنهم على أمة محمد أبو عبادة الجراح قل أمينك هذه الأمة يا لآمنا وعيد أها وأقرأهم بكتاب الله أبي كع ما كي تاجنت القرآن على أقرنا يا يعني عبوا يكسوا جاري جسم كامرها نقول بوسكاس وتاجنا طبعا أرين كان أه إن النبي صلى الله عليه وسلم القيبيو نعم ويدعي كرتقف إن إلهي وكدي متعدد المواهب إن إلهي مواهب تأكود دمي وصف تقل هصاءها تقف والبابا إلهي سبحانه وتعالى مال بأفر إلهي قف ودمين كدي ما كان ملاح بضا نضطك عيدا عن هبل بقى دمين واحد دمين له يمجل قف كان هدوصا قف عينين قلنك إبوكا لقيا وفرت مالك عمت إنه كف عين لا والله هدوس أن كف يعني إنه فلسفة فلسوف فيها بعكات أنت هدوس أن كف يعني إنه في حلاقة بقى إن فيزيكا أشقين كر أرض كر إني طف والبعض ما بكف يعني وأنا هذا كي قلت الإمام ابن القيم رحمة الله عليه مرك مشروع عن هذا بعد دميم هلا فريسي أنه حمل نقام بوجي قلم في إنك ما عرفت حساب تأم كو برموس إنه يهين فهم له كان كلامه خلاص سوق المدرجة تصل معقول ما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصصات فربنا ماشية هديك تعلمت القرآن هدي إتاجن تفرائض في حلال حرام إلا كلا صار تخصصات يا كلا دول نوضوا مال بمكة كلها إلا حتى بلال مكة وأنداه مصوتا يا أبو عبد أبو بلال سيد مكة أبن كلا دين جل إذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا غاية قف والبر إله مال بوفذين هذو وحبل الله مكة الدرين خبر إله بوفذين ولذلك أنت حتى كار الله عبدي الإمام مالك الإمام مالك طبعا إمامه الهجرة جوجا المدينة النور يسوع نن حديثون لجوها نن بع مكة بعد يدعى بعد ربنا الصوفي مزف يعني كبه جين فأنتوا أصل قرى وقد يكلمه وحناتكم مشبوس أنت جوجي نائم ونعم ذا كل جنا لاح يعني لاح بعد يسوع وما أنت نصون همين كان صلاة متقنم مكة وجوه بإمام مالك مكة شو يا هذا إلهي سبحانه وتعالى وفي أعماش إسقى قيمي سيد أزاق الله قيمي قبل نسيد الإله أخذنا منا وعيبتي منا وقبل إلى لحد حاضر ما لشي سون ما لها صار لحسن كرك أي عماش نقيبي من بصان في إله أفر صان كوسة علي لكن ليل أصل تصوير قادت من بق إله ليل كأفر لكن كلا صان أبو كر من بس بقى إله أفر حتى جماعة مصها للوعدت من بق جهات كأو إله أفر من تلا صعلاء وبعية إله أفر نقول ما بق إله سبحانه وتعالى أفر مرقوا فيها دي إلهي أيه تاب أفر أو تنبو إفرائيل لا لا أنا يعني ما أردت إيش حد بدون حد كاي هيسوي ومعنيه لو أي تاه قف وضع مركة تعدد باجي ضدك يعني وحاجة مركة بوس كاي مركة إلى شهادات إسألك إن الله سبحانه وتعالى وكوف وذي جانب كم إلى جانب كا كم ربع هذه صلاة يكوف وضع يضم هكا كذا هدو صان كوف وذي هاي سنين قميص الله المستعان أيام البيض مركة صان الأشياء قبل يوحي تدرك الوضع هدي إلى القرآن وكوف وذي ما عندنا أقرب هذا مركة مولو بل إله سبحانه وتعالى عددك أمو وضفورين ما يبقى الغفور حتى بس حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صابق قيب صنعي وقد خطر الفاروق يوم ذات يوم بالجابية عمر الخطاب معلمة ما كملة وكخد بديها كي الجابية الجابية ومقال يوضع على قلبات دمشق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من عمر الخطاب يسوك لها الله شؤون الفتح يعني مكي لندقال بالوسعود خطبة أي مالك المشكلة دي آدي آد رنتي مشهورة أو عام بحضي
معنى لو بحير معنى كأسه يوم الجابية ما دام خطبة وهي خطبة وأنت تعبان إيسا حرمها المسلمين تقالب مكة إيقريا. فقال مكوحي أيها الناس من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب قف كير ربا ينوح قرآن قصاصا ويديو سؤال القرآن هذه كوكوتا أنت أبي هوي ماذا. ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت قفكي فرائض ربا بحال محور بحليان زيد وطقا. ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ من جبل فقه قفك أبانا معاذ بن هوي ماذا. ومن أراد عن المال قفكي حالا رباس فليأتيني أنا هي ماذا المحايلة فإن الله قد جعلني عليه واليا. أنا إله والي كبير بيت مال المسلمين وحاها يا عمر مخطاب بسرعة قيبين نور بعطيات في أنت كصوب بين أنت إكرامك وكل بيت المال إسرع سحيني مركة أنت أنا وله قاسما إله والله أصل عن قيمي بمعنى وحا سامي كوسو بيج مدونه هرا لو قندي قران أي معنى ما قران أي أن قيمة لكن هرا لو قندي قف كان أنت لسي كان أنت لسي إله بق أنت أجادني. وقد تفضل الله علي على أبي وكعب بمكرمة بمكرمة هزت فؤاده شكر الله وحمدا له إلهي وحقه رنتي وكفر ديالي أبي بن كعب شرف رنتي قلبي سآدي أقول شيء كسو إله وقام نقي ولا مهد عليني قلت هذا أنكو بالله بنيه وأسالت عباراتي فرحة فرحة بما أكرمه به وابتهاجا بما أغدغه عليه وخصه به من دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحت يضانا وحيك أنت إن مركا وإن أنت وعشم وعيو وإن أنت إلا ضررته يسوى آدي الأوفر حسن كرامة إلهي سيء يسوى آدي الأوفر حسن وحى إلهي سبحانه وتعالى بنقاريان وصحابة لك الآلين يعني. ذلك أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أقبل ذات يوم على أبي بن كعب ما الإمام أحكم له يا النبي أبي بن مركا سوكر وقال إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن يا أبي أبي إلهي بأي صافري إن القرآن هو أقل يعني النبي قال له إلهي هاي أبي أبي إذا جاء السؤال لي صافري إلهي بأي صافري صافري إن القرآن هو أقل فاستشرف له أبي ساسو مركع مكيبة دورة النبي صلى الله عليه وسلم أم الإسد وكأنه لم يصدق ما سمعته أذناه ما سمعته أذناه حال المدائين إذا جاء أي مقلان هنا نبي الرومان مركع في هذا الآدم في لي وقف وكاري مادو اكتن مكة رارعين هسا اضو ولي الضربة يا مكة اللي بوسو علي وقال مكة وسيري الله سماني لك يا رسول الله وإلهي ميا مقعي كو شايك وي مقعي كو مقع دبي أو ذكرت عند رب العالمين إلهي اكتي سميا لك شايك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ها إن الله عز وجل سماك لي أبي إلهي بأيك مقعب فاستطار أبي فرح أدو مكة قياس أدو بني آدم وحالات هذا إلهي سبحانه وتعالى أجيهي وضضا مسكما لين إلهي سكارة كوشيغة نبينا الله شيغة كدبنا معها إلا هو شيغة من كي معنا لليه السلام معركتي انت الله السلام الهبل قرآن نها قوة الأقل يعني قرآن كان قوة الأقل. وجعلت عيناه تفيضان من الدم إنه هو مكة بيو عشنواي وإلنتو عشنواي وطفق لسانه يتلجلج يتلبلد بحمد الله والثناء عليه مكي عرف يسوح بلأون يسوح الحمد لله الحمد لله ويا سبحانه وتعالى أمام إن إلهي سيجارك وأمام مكة مسهلا. وفي ذات مرة أراد الرسول أن يختبر أبي بن كعب ما لما محكمه فالنبي يقول في الربيع امتحانه أبي بن كعب فسأله قائلا سؤال يقول أي آية في القرآن أعظم يا أبي آيات القرآن كأبوي بار ربائنا دي شيء أبي فقال أعظم آية في كتاب الله قوله تعالى هذا هو كتاب إله كنت الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. فصر الرسول الكريم بإجابة النبي أدبه فحجوابتا وأبيه هذا وضرب بيده الشريفة على صدره وقال له مركز الله تقعنت أن تكسر وحبيل ليهنك العلم يا أبا المنذر ليهنك العلم علم وحبوب بقعسر معنى علم معركتي إله سبحانه وتعالى وحبوب شرفون. إذا النبي قال الصحيحة يا أقلي وله حتى عالم صار على رسول الله إلى القرآن كويسال كتب الأقل وبي عمر الخطاب بأستاذ ولا عندي سؤال بني سيدي صحابتي ولا بقول بلا منازع عندك هاي ستة وكلات كلات تحتمي كرتا أما إيش كده رين كرتا أي جرين تامك وحيد مجنس أفضل يا جارك
في ميزان الأولي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا آية الكرسي حالت الله سيد لي قرآن كسيد كيسوى سورة البقرة يا وصر سورة البقرة أنا وصر آية الكرسي وأنا صوت بلي رقفكي أقرياي إن جيل كيسو نار أني تعمل لكن محا مهمة قراءة قفك مركو أقيني آية الكرسي ما دام آية أسوع لي وعليا وقفك آياتها عن الصور تأسوع لي سيد دي بدي بقول الله أبو يعني حسار كيسا إنو عما حروف ربان اللقضي قد انتي ابن رباس ما تنوات قريسا نو ما دام حد قريسا أدو بوكسيني فاتحة وكالئي سادرتي وحا هبون مركا تقرينا يسي كالبيك ديك سي معاني لنا دو دو مدى اللبار يعني وحاد ريم سمكة الأقرية ولا يؤدوه حفظهما ضد دال الأقرية وان يؤبدين ضد شاقان اسكما هلو هذا كلمة دوت معايا من نوع أدية من نوع عريس شاقان اسكما مدى قال يا سبحان روحا يتاهي ومهيمة آية الكرسي كان معاني ذا آية الكرسي وإلا فهمه علماء مجلات كقر يعني أدو أنت معاني ذا جود إن تهمي كتير حيال معاني ذا أولا بدو حول إذن قراءة ذكرية قراءة وإن معنى إلى صعودان إلى صعودان أعظم حالوين صورتك هذا لغطى الطلاق مرة ثانية والعقرية أهم من الرسول والعقرية قل والله والعقرية حالي الأعظم آية في كتاب الله معاني ذا يكفر المرخوك معاني ذا إنه فهمه وسجاره لكي سنبه مهم وقد بلغ من مكانة أبي بن كعب في الدين أنه كان أحد الستة الذين يفتون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حج قائم بين ظهور المسلمين. وهكذا كدرا مكانة أبي درجيس وحي قالتي إنه كجري لحظة روح صحابة إيه فتوان جري مسائش اللي ويدين جري رسولك أرنال أسوتها رسولك جوغا يفتوانيها فلقد كان يفتي على عهد النبي ثلاثة من المهاجرين وقت النبي صلى الله عليه وسلم سدح مهاجرين يا فتوان جري كعمر وخطأ وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب سدح المهاجرين وثلاثة من الأنصار يسدح أنصار تكمل فتوان جري أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت إذا معاذ هدي لي الحلال والحرام هلا ويدي ودينته إنت صوما هدي لي زيد إنت هلا ويدي سو دينته إنت ما فرائتي وإحلامك مركا لحق فضة فتوان جري نبقى أونال أو سو تاغن فتوان وحا فتوان لغم العباء وإن أرنتي مد أو تاغن إن لغا جوابوه مركا فرق وعود حي فتوان إيقظة إيستشارة دبكونا سدح شيء بويديا سدح دون فتوى وتاغن قضوه ومسألة أباها إن لك لقدومي ولا كالحومي ولا الروح المتخاصمين وسيس مسألة لا إيضا نينك لو يدي ما جوابك راه دوسن لو طرف انا مقلين جو انا ما قانك راه دوسن امر كيس النفوذ انا ولا حكم كيس بمعنى ان محكمات نقطه اما قف اوثورتي له بحكم صارك اوثورتي في هذيك صورت كلمة استشار وقف الضائع حقوق دعوه ويدي كرتا قصر معها انه شيخ نقطه قصر معها انه عالم نقطه قف الباري انه هو ده وعلى يابا انه بها انت التجربه ويرجنا انه بها انت ويدي كرتا فطولنا المسائل الدينية وصراع عرضي أو مر هرة مسائلش ياس تواب تيدا مر هرة ربي يعني مثلا قفت يقول هذا وكالت صلاة ظهر وانجس وأفرق على فتوى هدي سهو جاء أن قال محان كي يلا نقصان هديته وقت يا سجود الله سهو لا إمو وقت يا نكال لا إمو صون كي وانا سلم يكرين حنون دفتي وجوكتها محان كي يلا في دلال بحين انت بحين انت فضوى لكم العرب لكن قضاها مكي تاقن توقي لا بروح مكا لك الفورة يو أكالت وإسلام التلفون إنتي صادر تقولات إنتي قط واد فرانتا إسكيلة إسلام جب جب واد فرانتا وان كفر واد فرانتا تروح يكمل تروح يا واحد خلاص يا بوري أنا لجوب بوري وما ضن رونتي لجوب بهديه مرجع سوكا كده جي سوور كده لكن أرادوا أدون دقي سن هالجواب السوا هذا النقل هذا الجواب المحايا مسألة الطلاق ما في تاجن تاع أرجع لويدية ما فورت مس ما فورن عدة جواد لما كبح لما سكاب بحين جواد على لويدية محايا قبل تخصص السودان يعني نيجا كان دي كمان بعشقان وكمان عدد هنا لما تكبر ده ويجي مركي تاعي أنت هنا فرنك وارد عن بس ما بيعنا نيجا ويجي سؤال مركي حكيت بك الجواب إذا الله هذا الطرق طرف أنا مركي الله راعي يعني فطور لكم ما بعرف مركي فطور داس أي مركي بيحجرين وكما كان بقى من كعب النجم المتألق في أفق العلم فقد كان علما سباقا في حلبة التقى والصلاح ونبراسا فذا في مجالات الزهادة والعباد كلية ما عين إن أو قعام بحي علمية وحتى لو حاما كي تاجنت التقوى يسو بنانت يزهدية عبادة أنا مرمبك يعني ما هن كده طبعا أنا وحد على
علم عباده بعض الأحيان مدقق ما في علم ويشين عباده سخير تعب يعني محايل سوء مشغول سين يعني بمعنى أو سيدا لو رب هاي يعني منك عامل يا إنه أفر لا تنك سعو تجنا أو نوع التصوف كي دبت أولي ماذا منك عارف كم لو رب هاي إنه وردي أب إن وردي لا ده هاي ليل جار إن لا ده هاي شون جار إن لا ده هاي إلا دين ده تن هدي سيدا فايت بالك يا بيحب سنت هاي ديكشنري إنجليش كوك معنا صمايلش لدين تدقم بالبعض أبين كعب علمي وحاوه لي هذا التقوى إصلاح بقول لي من ذلك ما حامو جني أنه سمع رجل يقول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هم قلت من له رسول قال يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا هل لنا بها شيء رسول الله الحمد كويدي خذ رضا ضدك كل عائد ويما داي ما أجل من كل هذا الحمد كفائدنا فقال عليه الصلاة والسلام إنها كفارات ذنوبكم تنبيدنا الغلاء فقال صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه أبي بن كعب وأبي بن مكي بن الجسائن تور وقال وإن قلت يا رسول الله حتى هذا يرتحب حموك يريع مصيبته هذا يرتحب حتى ما أجل بارلان قال عليه الصلاة والسلام وإن كانت شوكة فما فوقا قد أحبى الله كبير يوحي كسي سره فدعا أبي على نفسه ألا تفارق الحمى حتى يموت إله أبي كبرين إنه في مضى أنه كقال وسكقل إسنا إلى قدمت الأجل بك كرادين يسون أجل بك كرادين يعني معنى أجل كنا وأمحي قف كرادين يا الله بحان ربا شيء جوكتا أنه هو كبر عيسى الله يسوي في بحان ربا بحاشة أنا أحكيه حتى الحديث البعض السلف ذاتي يورا هدي اللي يرى هذا هو اللي يسا والجين بمحنوصا دوري الكومات يعني هلقوا كومات يعني هلقوا جهاي لأفتتان حي الله سبحانه وتعالى هدو جعل يعني هو أصيب الأدد كانت إيمان قلنا ما قارب إسلامها مرتا هو ما مرسول إنها كردرنا لكن ذات كاو حكا أهد يو خير قاس المهم حال في المعنى مكة وإلا وإلا يشاره ذلك عن حج ولا عمره ولكن قد الصديق حمد إلى الإلهي يا يعني نقدم الحج عمرنا إلى مشغول ولا جهاد في سبيل الله جهاد إلى من تجرى تنيان النقل ولا صلاة مكتوبة في جماعة صلاة مع الوجود تنيان إلى الريب فما مسه إنسان بعد ذلك إلا وجد فيه حرا منه حتى مات قف كيساء تعطر وحارتي يكدر يمجر جل كيسة حمدي كل الكيد يكدر يمجر إلا وكدنت ساسو أهنجر ما كيساء هولا كان أمور راح صدي دي وحي دم بقصة ميسانة فهشون إسكاهي سأجر كان أسعد حد يرين ولذلك هل كان حقوق بشارة السام إلهي سبحانه وتعالى حكا قال وهو فوضايا ذلك حنونا ذلك تدعى له وقف الضوء حنونك نابو ما لقاه الساعة استبشر بذلك خير من حال فرك يسأك الجلو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه إله الضوء الضوء جعل الضوء امتحانا ما في إله وقل الضوء انطي وما أردت يقفك منه إلى دولة الحمد سبحانه وتعالى إذا أننا من عظمات أن جعلنا إله سبحانه وتعالى عن الوصية وقد نذر أبي بن كعب نفسه بعد التحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى لإقراء الناس كتاب الله وتفقيههم بدين الله وتعليمهم شريعة الإسلام وإرشادهم إلى طريقة الجنة أبي وحب آن قاتل لقب الله مالك النبي الجودي إنه أبن بحو أفر صددك إنه برط وانك إلهي مبر وحي إلهي كبر ددك على برا إيه ددك إنه فقه لبر شريعة الإسلام كبر والضوي جنة كدو لهين ومكا وكلا شقيه فكثر إقبال الناس عليه وازدحامهم عليه ذاتك يوم مركزة وصول بحسنين نقول والضبط على رأس الصفر على رأس الصفر يا ما من منطقة أبيبها الجولة سفر بها الوصول تلي أدو مركة قياس مركة أفر تقيس لك أجل ماذا وكان هو يديني سؤال من القرآن كي ربينا دود يكتب بدرين مكتا بضنا ضدك مضر مان قفك عالمك مسؤوليات كيس مضر مان نقول بس أليس أم قطة نوسى المسألة كلها جنب أم قطة لكن أول مقع كعب جبل كيس سبحان الله very tight مد آدي بالعروس المهم من ذلك ما كان جمع الرائين قبل حرب ولي كسر صوت من ذلك أن رجلا جاء ما لما ما كان ينبع أوصني يا صاحب رسول إدر دار فقال اتخذ كتاب الله إمام كتاب إلهي كبير من الكتبيت ورضى بما جاء فيه قاضيا وحكما وهي إلهي وكتابك كل حروريين وأحكامنا إستقوا حد كذلك تأكيك وحكم لها كيك وقامل لها كذلك فإنه خلف الذي استخلفه فيكم نبيكم وهو النبي محمد إنك قد تكتير وعلم مكرش العروب أن القرآن العزيز شفيع لكل لكم مطاع قرآن كنا وإنيها شفيع
مد مركها إذين قلقل يودا وإذين أرقودا لنا أطيعه وشاهد عليكم ولا يتهم ونا إنكم مخاتي كعيا لكن لما تهم بمعنى إلى المخاتي وطبعا نقفك مخاتيها أهل حلقة يعني تهم أمرك كوينة لكن قرآن تهم كوينة مرمي وإن فيه ذكركم ذكر من كان قبلكم من قبلك وحكم من بين ما بينكم كتابك إله وحقوق قرآن شرفتي إنك جستان أمينك على ذكر رسول الله العلماء قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فصلين تحينه وإنه لا شرف لك إلا هذه الغشاق والغشاق شرفي يعني معنى ذكري إن شرفتي إنك جستان وما دي إنك الرئيور كودا الله وقه الله وحكم ما بينك واحد شوية ستان القرآن كإنك لصاري فهو فيه خبركم وخبر ما بعدكم واحد قصقا إذن خبر كيما ومالها قلال كإيمان دون أي واحد قلال كدع دون أخبار تلها كالو شيء سؤال شعرك سؤال ورمك والدوابة الحكمة دول يعني بمعنى سيدا هذا هو قرن هاي هذا هو أبدا كلمة دول بابا شرح يدو حيوب بحنان كتا إنت اسم مجلد وجاء رجل آخر هذا من كلا صعدوي فقال روحي العظني يا أبا المنذر أبا المنذر وأبو بي أبي إيواني كلمة عبد العلم إليه يقول فقال لا تدخلن فيما لا يعنيك ني وحاوا هذا شقر الله هنا فرقشان ولا تضبطن حيا بشيء الا ما تضبطه به ميتا قف ما اركتي حي وحى اله سبحانه وتعالى سيان هدمان الا وجعل من كل هذه الهيد ميدان ولا تظلم حاجه ممن لا يبالي الا يقل يقضيها لك قف ان دن اذن يا لك كجلين ضبط اضبط بيعتان وراحك وحوي دين قف بعد حوي ديستي أدوس الوحى ودم بقى من سنين بقى ولا قهري أنا ديك وأقريب وهذا كان المتقي سنين مسجد كابو أمو فورين بقى أما دم حكي جلي وقد أما المسجد رجل محزون القلب على رزق أخذ منهم ما أنا ما كم المسجد وحايم نن أدم رغيسن نين يقول كم رغيسن حوالا ما كان لياقاتي رزق إليه فجاء ويبن كعب وطيب نفسه ويبا ويبن مكاسور نيك وعقل عليه الله الله ودجيه وقال يوم مكة سوح الراعي ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا عوضه به ما هو خير منه قفك كتك شيء إلهي درتي وغيرتي وحبال يا قاتي وحبال يا بلقيس وحبال يا بوي وحبال يا فرم وقصدي حقا غيبا المسيم وغيبا القدوسي إلهي درتي وضوء مست إلهي بدل خير قبو إلهي سبحانه وتعالى قسيمه وما من عبد أخذ شيء من حيث لا يحل له إلا سلبه الله عز وجل ما هو عظم منه قفكي قاتا شيئا حلال وهين مالا حلال وهين كقاتا وح وح كون بكوا يدون إلى سبحانه وتعالى يا قاضي أنا محمد معلوم أن بعد ما أنت وصل إسحاق وح كون بعد ما كان إلى سبحانه وتعالى فرعها كبحين دون تي هراء قالت أنا بركة مال إلى وقال بولي إلى صباح وقد ظل أبي بن كعب رضي الله عنه مويلا لطلاب العلم حتى عمر وشاخ وعون نقض مركة نقل لليه أبين كعب طلبت العلم بعون نقض مالي كسو غرتان إلا وكقبوبي وأضيء كالنقض وظل ناس يقصدونه يقصدونه من كل مكان حتى وفاه الأجل مال والبن ولا قرين الدافع الدنيا إلا إله سبحانه وتعالى تيسي وكركين قصدا مكواتا حدث جند بن عبد الله البجلي وتي أن سوه ذي جند بن عبد الله البجلي هيا حظ لي أتيت مدينة الرسول أبتغي العلم مدينة أنا علم رادس فدخلت مسجد النبي فإذا الناس فيه حلق يلتفون حول أهل العلم مدينة إمت مركز صنعت المسجد كرسول صلى الله عليه وسلم سأبو حنو أبو حو وضبكم أي أسمي سيهين وحلق ذين كردوان قوب قوب الله فبيا ولا مضى ولا احفظ اذا حقا قرقا فدين القرب حديث اقرصاني وقران اقرصاني صلى الله عليه فجعلت امضي من حلقه الى اخرى ما كان صراحه بالله ان حلقه حلقه كان او شيء قلبه حتى اتيت حلقه فيها رجل شاحب اللون مهزول الجسم كيف الى ان كيصوب بجمي حلقه وشيخ يا اوف اليوم نن من الكيسون اسبدالي اسلام كان يدير كيسون نغيل وصاد ولا تغربي يعني معنى قفمر وقبل ونغضول عليه ثوبان كأنما قدم لسفر لا بقوا أنه حرين يحب المودائين وهذا سفر كسوق قريب فجلست إليه والله فريست فتحدث ما شاء الله يتحدث وحشيك وشاقل إلهي وقدره ثم قام يريد الانصراف إلى بيت كدمنا مكي حلقة ودمبري ودرسي ودمبري بعيش القرية قاعد
فقلت لرجل قريب مني من أكفل يا حنا من هذا من هو يعني كان بطل يتاي دقي استينا بناسي صعب. فقال ويحك ألا تعرفه؟ وقل له حريف منك يا نجراني هذا سيد المسلمين اليوم مسلمين تمام ده دوب سيد جرو استجع ما أنتك هذا أبي بن كعب الأنصاري وأبي يا ذا الأجين. قال جند مكروهين فتبعته حتى أتى منزله مركز عن صوت الدكتور إلا أقول إيش يقيل فإذا هو كمنازل الفقراء قول بحو الدقينها فذلك الفقراء ده هكا يدقينه وكذا وإذا هو يعيش فيه عيشة رجل زاهد منقطع وبين كل له مرض زهد له رناس يعني رناس مثل الدنيا وكذا قاعد لأن كان سيدنا وأني بروحي لقري جري وأنت أنك إنك مال يرلود يرسونا فكهي مال على غير دي نروح قبض فقصد وبريك كان يسونا وكاتب الوحي روح فركوهم وعمر بن الخطاب وجد مجلس استشاري والله والله لا تشتا ونيكي فطوان لها ونيكي قاريق وحتى تايتل اسبوع تعيد ولا تمرك عملها وإلى سبحانه وتعالى انت اسبوع جيد لكن لو شيء سوى سيدا هذا كان وحن معناها لهي مركز لو ديبه وحبضا وفوق صنعي فسلمت عليهم ما سلام فرد السلام بأحسن منه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متكون أحسن آيات بك جواب ثم قال ممن أنت؟ مركز الشيء هكذا تمي فقال من أهل العراق حقا العراق بعقيد جند باله ثم هممت أن أسأل كل يوم حاجة على سيبنا سؤال ودي فقال وحي لقد أكثرتم علي اليوم ما أنت ودي قبل السهل ما أنت سؤالي ودي قبل تان حقا ما دي يقول دكتت يعني معنى ربا نحطو نصر يا مركز ما أنت نبح لو يديني نبدو درسك أسوأ كعي وأنا أضي ما هسيدي شالي مركز النبي قلنا ولا عند اليرام ما وأدو دالي يقول فأغضبني قوله جند بارك الله أدب هذا الكيس يقع على سيب المنتحنة إنه دب يبيه وجثوت على ركبتي مكاسا جلبها غفر السيب المركي وما شاء الله صدر واستقبلت القبلة قبل أن أمدي اسمها ورفعت يدي مكاسا قعمها قرأ وتركت وقلت عن اللهم إنا نشكوهم إليك إلا ما ذاك هكذا دعوني إنك هو فنحن ننفق نفقاتنا حرام رب حينا وننصب أبداننا جلك إننا ندالينا ونمضي مطايانا ابتغاء العلم مركزان وحمد دليل ان قريت انه قصوا قول ان صفه كائبه قول يها انه علم غادينا فاذا لقيناهم مركز الله كل ما سلام وكرنا تهجموا الينا وبيسكت هي بدريه ضدك وجي ان ففرنين من وقابلنا هذا تجربه بصدق وميل بالحاره ما ادري يقول فما ان سمع ابي بن كعب كلامي حتى اندفع يبكي ابي بن كعب مركز هذا كيجي مقلد بوسنه وين جبصدق ثم طفق يترضان مكاسو بالله إنه إرادي قريء وإلى وصام ما أحسا ولما نجيدين والمدي دانين والدال من بانكوين وحانس لا وقت السيني كما يفك بكي ميلي هوليه بمركة قرأي وقفك مركز ويحك إني لم أريد ذلك ولم أذهب إلى ما بدأ لك مركز سيدي وقلقون حاس أنه تدا ولما نجيدين بي وحان الله يهلك وبي من كعب حد ما يشاء عبدك تهدف كل ما بقوا لنبا سيدا بفهم تاني ما بقى هاي مبا نين أي كود دون وكاجا مبارين مائه لكن هو شخص باجس ثم قال مكة شعير بي اللهم إني أعاهدك مكة صورك إلهي كبري إني أعاهدك على أن إن أبقيتني يوم إلى يوم الجمعة إله وحن بغاك قال يا أنا أقول رب الله يا إن أبقيتني إلى يوم الجمعة هدي هاد إي كادي سيد إراجي سيد أنا رشي إذا أكسنتي إلى الجمعة صوص الله لا تكلمن بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرسوك أن كم قليبا كهد الدوانا ولا أخشى فيه لو ما تلاقي أن أجو جن دوانا أما حد إيدي سيدي سان مركا مم العصام دوانا ومن هم لدوانا مركا حاكم وقتقون الكاع مالكا إن غصك حريق دي خطب آدي أدو الحلوس فبريس كده إنه جيدين دوانا إله مالكا جمعهم كلي هداد يقول سنتي وحبضان بعد إيه دوانا مالكا طبعا هذا كان حين نور رمي جدا من البلاد والغادي قليل وقن عاي المهم لكن هذا كان وكان مقلي ما كان حاك ماشي كان مقتا ويحيو سعودان ولو غير جواب إلا شاكد بعد حمرتي كدمة الراعية فلما قال ذلك انصرفت انت بركو الكدمة سكاد على قبلي وجعلت أنتظر يوم الجمعة كاس مالك الجمعة طبعا بالله إن أمدورون سجو إلى مالك كان مكو إلى خطبة ورسم جينين دور ورد ضد شيء بعد واشي جدا فلما كان يوم الخميس ما عندي خميس مثل قال خرجت لبعض حاجتي دم بمبا مصاب بحيبي
فإذا السكك غاصة بالناس عن أكل الدويك أوب حرمي أوب حسن وضعه بحرمته فلا أجد سكة إلا ألقى فيه جموعا متراصة وضري أن صاوص مرض هو ضيق لي أن كل مرض وحنبك يا ضصاء صفان أو ما لك مرض أنا الآن فاستوقفت بعضهم وقلت قال كمين أنت استاجيان لإلي ما شاء من الناس دقي ما أنت محجر حلا صوب حين حيت حين حاد عن مظاهرات بجر فقالوا إلى إنا نحسبك غريبا نيوح نن واحد مودام يا رب كل شيء أنا تعصم سوى الخشين وتهي فقلت نعم إني غريب هم أقول أسبح المغرب فقالوا مات سيد المسلمين وحاد انتين مسلمين تسيد كود مات أبي بن كعب الأنصاري أبي بن كعب الأنصاري بعد انتين نضر الله ضريح أبي بن كعب إلهي هائف في قبره سحام لكتاب الله من كتاب إلهي حمد السنة وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم نك وحي نوقف وحي لرسولك ورضي الله عنه وأرضاه حال مدني ويوكي سواي قنين وكي أو قفت يسر إلهي وهديه ما لك هذا يعني يسنتي ما لك إلهي سبحانه وتعالى ما قدر أن يسوي الله أعلم وإلهنا بالله التوفيق.